والدراري وتمارا وهادي كنجيب الليل كنطيح كنايا كنهز فينا هو الوقت فينا تم براسي ولا براجلي ولا بدا شي حاجة كتقول لك الدراري تمارا هدتني انا غادي نعطيك واحد النصيحة سمعيها مني مزيان انت باقا صغيرة وزوينة وهاد التمارا اللي كتضربي دابا طلعي الزربية للسطح تقيلة هزي السدادر تقال صيقي صبني تمشي بالحفتي ضربك البرد انا غادي نقول لك واحد القضية وديريها حلقة في ودنك ما حد باقي ما مشاش الحال النهار تمشي لك الصحة وتطيحي في الفراش راه ما غادي يعقل عليك حتى واحد راه حتى راجلك ما غاديش يعقل عليك غادي يجي للدار غادي يدخل غادي يلقاك ناعسة مريضة مهلوكة غادي يبقى عليك بنقير ويلا ما نقرش عليك وكان ولد الناس ويقدر يجيب لك الدواء ويتهلا فيك ويديك للسبيطار ولا هذا ولكن كتبقي انت واحد الانسانه بدون قوه ناعسه في الناموسيه وكتشربي في الدواء ديال الروماتيز ولا ديال السكر ولا ديال ما عرفت شنو هو كوني اكيده وعلى يقين واخا يكون كيبغيك ومهلي فيك وشاري لك الدواء هذا انت ناعسه في الفراش طايحه صحتك مهدوده مشات غادي يشوف شي وحده اخرى يقدر ما يتزوجش عليك ولكن كوني اكيده و100% غادي يخونك غادي يشوف بنت اخرى اللي خرج معاها وينسى الهم وهو جالس مع هذيك البنت في القهوه يبقى يقول لها واه المراه عندي عيات وطاحت صافي مرضات وانا كندخل ليك الدار دايره بحال السبيطار وكندخل كنلقى غير الدواء وطاويه الملال وطاقه سلبيه في الدار تخيلي معايا هادشي لا قدر الله يوقع لك وهادشي لو وقع فراه بسببك انا غادي نقول لك واحد القضيه اهتمي بولادك وتهلاي فيهم ولكن الولاد راه غادي يوصلوا لواحد المرحله عمريه من حياتهم غادي يقدوا براسهم غادي يخليوك وغادي يهتموا براسهم ويقدوا براسهم ولكن ديك الساعه غتكون صحتك انت مشات غتكوني ضيعتي اللحظه اللي كان ممكن تعيشيها وتهلاي في راسك تكوني ضيعتيهم غيجي واحد الوقت بسرعه غتلقاي في عمرك 60 70 عام غتقولي لي ايوا المهم انا راه صافي ولادي هما الاهم انا فنيت صحتي عليهم وكذا وصافي الله يجعل البركه لا في الزمن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الرسول لواحد الجامع لقى واحد السيد كيصلي نهار وليل ما تيدير والو من غير الصلاه كيصلي الصباح والعشيه والليل والتراويح وبزاف ديال ديما الصلاه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شنو كدير قال له انا كنصلي انا كنعبد الله قال له واش كدير شي حاجه اخرى من غير هكا قال لي لا انا غير كنصلي صافي شنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا غلط كبير ان لجسدك عليك حق ما معنى إن لجسدك عليك حق ماشي غير في الراحة في الراحة وفي الاهتمام تهلا في صحتك تحافظ عليها بزاف ديال الحوايج النصيحة ديالي لكم ما تهديش الصحة ديالك أن غيجي واحد النهار غتشدي الفراش وخنشة ديالك وحدك وغتندمي ندم كتير وسيري هزي الزربية تقيلة على كتافك طلعيها للسطح وسيري هزي السدادر تقال طلعيهم للسطح شنو كيدير هو علاش ما يهاونكش هو نصيحه مني الا تهدت لك الصحه ديالك راه ما يعقلش عليك راجلك ولو يكون تيبغيك دابا واخا تمرضي وتحف الراش ويكون كيبغيك ولكن يبينو بين راسو يبقى يقول شنو دابا ها وانا باقي بصحتي وخصني نعيش وخصني نضحك وخصني نخرج وخصني هادي الله يرضي عليك ديها في راسك ديها في جمالك ديها في الانوثه ديالك وليداتك الله يخليهم لك ايه هما كل حياتك ولكن تذكر الكلمه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم حنا ما كنمشيوش لحاجه وحده ونبقاو شادين فيها نبقاو شادين في الصلاه بوحدها نبقاو شادين في الولاد بوحدهم نبقاو شادين في شي حاجه معينه نبقاو غير نديروها هي لا ان لجسدك عليك حق تهلاي في راسك تهلاي في الانوثه ديالك تهلاي في جمالك تهلاي في شعرك مره صبغيه بدلي ليه اللون واخا راجلك ما يلاحظش انك درتي مكياج ولا قطعتي شعرك ولا بدلتي ليه اللون اهتمي براسك من اجل راسك توقفي قدام المرايه وتشوفي في راسك زوينه وغزاله وتقولي على راسك انا زوينه وتكوني من الداخل ديالك مرتاحه وحاسه بواحد الطاقه ايجابيه هذه حاجه زوينه حيت بزاف د العيالات كيرتكبوا غلط كيقول لك تقول لك راجلي ما تيديهاش في الجمال ديالي واخا هي ما نتقاد انت مالك تقدي لنفسك كيما قلت لك نهار على نهار نهار على نهار نهار على نهار غادي يشوفك غزاله وزوينه ومهليه في راسك بالزمنو غادي يبدا يلاحظ المهم الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لكم ما تهدوش الصحه ديالكم لانك الا فقدتي الصحه ونعستي في الدار كيبقى لا راجل لا ولاد لا حياه لا حتى حاجه ما حدك صغيره اهتمي براسك اهتمي بصحتك وبعدي من تمارا والشقره ما غادي يفيدوك في والو راه غادي تهدي غير صحتك وحاجه اخرى الا اهتميتي براسك تهليتي في راسك مزيان ما عمرك تهتمي بالعمر
تقولي انا عندي 45 ولا 30 ولا 35 ولا 50، اهتمي براسك. انت شوفي لطيفة رأفت، عندها 64 سنة، هذه سنة أقريو مغربية، تي عندها 54 سنة. سميرة سعيد حتى هي عندها 67 سنة أو 66 سنة، نقدر نكون غلط في الرقم، ولكن المهم هما في الستينات وفي الخمسينات. شوف تبارك الله كيفاش تيبانو. غتقولي لي هما عندهم الإمكانيات والفلوس؟ لا، تبع غير نظام غذائي زويون، يومين في السيمانة تخرجي تجري حدا البحر، وهانتي بخير، هانتي زويونة وغزيولة، وتمي براسك وضحكي ونشطي وفرحي ونسي الهم، وغتبقي ديما غزالة وزويونة. كنتمنى لكم حياة سعيدة وتهلاو في راسكم.